أهلين، كيفكم؟ تمام؟ تمام. هذا نشد بها الطبقات. أولا كنبغي نشكر مدام كلودي على الفكرة الزوينة اللي خلاتني نجسد الواقع ديالي. أنا كنت كنغني في الأول، كان صوت ديالي عادي، وكانوا ديما الناس كينتقدوني، ديما الناس كيقولوا لي اشتغل على نفسك اشتغل على نفسك. حاولت نقتدي بفنان، حاولت نقتدي بمدرسة، وكان الفنان اللي اقتديت به عالمي وأحسن فنان في الوطن العربي كان أعتبره أنا، ودخل موسوعة غينيس بغنائه 8 ساعات متتالية، واللي الفنان الكبير صباح فخري، فنان كبير صباح فخري، وكان عنده الفضل عليا أنه حسن من الصوت ديالي. هذا واقع، انه ملي حفظت الاغاني ديالو رددتها وتحسن الصوت ديالي، وصار عندي عراب وصار عندي رنه في الصوت ديالي، وصرت في جميع من كيقول لي غني كنغني صباح فخري. حتى في كاستينغ ستار اكاديمي غنيت صباح فخري، وحتى اول برايم غنيت صباح فخري، والله يطول لنا في عمره، وكنتمنى من وراء البرنامج نشوفه فعلا، وان شاء الله نهدي له الاغنيه وتعجبه الاغنيتين. وشوف الطبقه بعد. يا مالي الشام ويا الله، يا مالي طال المطالع حلو وتعالي، يا مالي الشام ويا الله، يا مالي مالي طال المطالع حلو وتعالي، يا مالي الشام على بالي هواكي أحلى زمان قضيته معاكي، أحلى زمان قضيته معاكي، عهدتيني وعدتيني، عهدتيني وعدتيني، لا تنسيني ولا بنساكي، أحلى زمان قضيته معاكي. لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول، طال المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول، مشتاق إلك يا نور عيوني، مشتاق إلك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول، يلا تعالي يا حلوة تعالي، قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كان يسري، قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كان يسري، أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري، أنا وحبيبي في جنينك والورد مخيم علينا، أنا وحبيبي في جنينك والورد مخيم علينا، لو طلب مني وصال يا ربي أستر علينا. السلام عليكم. اعطيتك دقيقة ونص زيادة، ما قالي قلب وقفتك. يلا حبيبي، ثانك يو، خد الكرسي معك. بطلنا عم نحس عم بيشد وجهه كله وقت عم بيطلع على العالي، وكان عم بيشد كتير حواجبه، واشتغلنا كتير عليها هيدي وقت عم نشتغل على البوزيسيون تبع الصوت، وهيدي شغلة كتير منيحة لأنه مبين وجهه مرتاح أكتر.
بس قد ما انه مركز على فتحة التم بالعرض صار عم بخاف يلفظ شوي، يعني لازم يقدر يلفظ ويحرك شفافه بطريقة طبيعية هو عم يلفظ الاشياء بلا ما يخاف، ويحافظ على فتحة التم اكيد بذات الوقت بس بده يلفظ. وهيدي الشغلة بده ينتبه لها، ولكن بقيت ما تبقى يعني إيهاب دايما بيجبرنا نسمعه لأنه عنده هيدا الإحساس اللي بيوصل وهالرنة الصوت العذبة والحلوة. بدي بعد يركز أكتر على التكنيك، يوسع بعد المدى لأنه بعد عنده أشياء مخبية بصوته. هلأ عم ببلش يرتاح ويحرر صوته، بدي منه بعد أكتر. إيهاب تلميذ مجتهد بيشتغل كتير حلو بالصفوف أول شيء، بعدين في شغلة اليوم صار يعرض ونسي إنه بعد في طلعة بفتحة التم، ما فتح تمه كيف، كنا سمعنا أحلى وأحلى مغنى، وهو نازل عمل هيك شيء كتير ذكي، هو نازل بده ينزل على القرار لتحت شايف إنه رح يختنق صوته، رجع أخدها أكتاف أعلى. برافو عليه، هذا ضرب ذكي كتير حلو. وأنا بحب إنه إيهاب بقى يفهمه لأنه صرنا بمرحلة ممنوع الغلط، يعني من وقت ما فاته بنحكي بذات الأغلاط وبنحكي بذات الشيء وبعض الأغلاط عم تتكرر، بس يبتسم عم يبتسم فوق وتحت. تحت إذا عرض وما فتح تمه لفوق ما بتجي الرنة المزبوطة، ما بدنا نسمع، ما بدنا يوصل الإحساس مزبوط لإلنا، بعد في هيدا شغل عند إيهاب. إيهاب كمان من الناس اللي بيريحوا كتير، وعن جد ما وقفته لأنه كنت هيك مبسوطة فيه وهو كان مبسوط، يعني ما كنت حابة وقف له هالشيء. حبيت كتير تجربته الخاصة مع الإيدول تبعه، مع الشخصية اللي هو بالنسبة له مهمة. خبرنا أنه ما كان يعرف يغني، من بس حفظ له أغاني لصباح فخري اللي طول عمره صار يغني أحسن، وغني له وكتير مهضومة فكرة قديش هو مودرن شكله وعم بغني لهالقدود مع جيتار مع لصباح فخري. حسيت فعلا قديش حلو لما الأجيال تتوارث، يعني بتشبه كتير الفكرة اللي أنا عطيتهم إياها، لما الأجيال تتوارث الأصالة وتاخدها هي على التطور تبعها على التمدن تبعها. حبيت اللي عمله بغض النظر عن تفاصيل الصوت اللي انتو بتحكوا عنها، حبيت وجوده، الباساج تبعه كان مريح وحلو، وهالتحية اللي عملها، هالشكر اللي شكروا إياه لهالفنان يلي علمه يغني، حبيته وكان صادق كتير من قلبه يعني. أوكي. بالنسبة لإيهاب أكيد عنده شغلة كمان إيجابية كتير، هو الكاريزما. إيهاب بيريح الإنسان. حبيت كيف غنى، بس كنت تمنيت شوي يشتغل على الآي كونتاكت، كان مثل كأنه مركز بمحل خاص لأنه ما بده ضيع الأغنية. لا، مع أنه يعني لما واحد بده يغني لصباح فخري وقدود حلبية يعني الطرب فيه مشاركة، يعني بيطرب المشاهد، وكان كان أفضل لو اشتغل على تواصل معنا. يلي قالوا حبيته لسبب، خبرنا علاقته مش بس مع صباح فخري، كيف انه حتى اول غنية غنيها بالكاستينج تبع ستار اكاديمي لصباح فخري، واول غنية غنيها بالبرايم لصباح فخري، وكأنه هالفنان العظيم هو البوردبونور تبعه، يعني الهوية اللي كان مقدم له الحظ، يعني جلب له الحظ، هو علمه يغني كمان، يعني قديش واكبوا صباح فخري لإيهاب، لدرجة انه ما بعرف، انا هيك حسيت انه حتى حسيته هو عم بيغني صار يشبه صباح فخري، يعني اذا بطلع بضحكة إيهاب بتدويرة وجهه بهالضحكة حسيت انه يه ممكن صباح فخري، يمكن لما كان صغير كان مش كتير بعيد عن هالشاب، شكله هيك وجهه المبروم، الضحكة اللي بتريح، الابتسامة. هيدا الشيء مرق لنا إياه إيهاب، وهون نقطة القوة لما اللي عم بغني مش مهم شو عم بغني، مهم كيف عم بغني، كيف الإداء. فهون نقطة قوته لإيهاب إنه على طول بياخدك لعالمه، إيهاب بياخدنا لعالمه لما بغني.
اكيد يعني الكل حكي عن هالموضوع، بس حبيت الاكسبيرينس بيرسونال او التجربه الشخصيه اللي حكي عنها. يعني لاول مره حدا بيقنعني انه ليش نقى هالفنان، لانه هو فعلا كان مفتقن وكان وش خير عليه، لانه بكل الامور اللي عملها. إيهاب بيلبق له كتير يغني لصباح فخري، والدليل وقت غنى ببرايم أول برايم فعلا لفت نظر، يعني كلنا حبينا كيف غنى والطريقة اللي غنى فيها. ولكن اليوم حسيته هيك مش مسلطة 100%، يعني مش إنه هيدا هي بنسمع منقول اف شو حلو. بركة لأنه تعبان أو لأنه مش بالجو المناسب، وكمان لأنه ما في معه مرافقة تدعمه من ناحية الموسيقى الشرقية. يعني بدي أقوله كمان، بدي أحكي شوي عن الباور، يعني هيك نوع مغنى كان بحاجة أنه يكون عم يعطي باور أكتر، يقوي صوته أكتر، يعطينا الهنك تبع الغناء تبع صباح فخري. صوت إيهاب من الأصوات اللي كتير حلوة، صوت متمكن، عنده عرب حلوة. المهم يعرف كل تلميذ بالأكاديمية وقتها بده يغني لشخصية معينة يكون فعلا دارس الشخصية وبيعرف كل التفاصيل الموجودة بغناء تبعه، تقدر يسيب أكتر ويوصل المساج للناس بطريقة واضحة وسلسة ويصدقوا مثل ما نحن اليوم صدقنا إيهاب.